بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. طبعا احنا النهاردة في مزرعة في قرية تلاتة، نقدر نقول عمدة المربيين بقى عم نبيل ده، طبعا معرفة برضو من سنين معانا، بس احنا طبعا النهاردة صدناه في لجنة التأمين، ان شاء الله نعرفكم يعني التأمين على المشية. فعم نبيل ده من الناس اللي الخبرة خبرة كبيرة جدا موضوع تربية المواشي، وبالذات الجاموس الصغير العمار، وبيطلع احسن حته لحم عنده. وفي اجداد بقر زي ما انتم شايفين، في براون وفي سيمنتال وفي فريزيان وفي شارولي عنده، وهنشوف عجول الرضيعه وخبرته مع العجول الرضيعه ايه وعجول اللحم. فان شاء الله نتشرف النهارده بعم نبيل. صباح الفل. صباح الفل يا باشا. ازيك عم نبيل، اخبارك؟ الله يخليك يا دكتور. ايه اخبارك؟ قصتك مع التربيه دي لكام سنه؟ ده من ساعه ما طلعنا. ادي كام سنه عم نبيل شغال في موضوع التسمين والتربيه؟ اكتر من يعني ده موضوع عمر تاني، يعني اكثر من 50 سنة. ما شاء الله. شغال في تسمين ولا حلاب ولا كله؟ جربت كله. جربت كله. ايه احسن مشروع لاي حد عايز يبدا من واقع خبرتك؟ من واقع خبرتي هو المشروع شغال، يعني هو مشروع البتيلو حلو جدا وناجح، بس عاوز موالية كافية. بتلو جاموس. بتلو جاموس اللي هو عمره 40 يوم ده وشهر. اللي زي ده كده. ده انت بتجيبه عمره 40 يوم ده؟ يعني عمره 40 يوم ده. بتجيبه معاه من مزارع ولا من بتجيبه من الاسواق؟ من الاسواق. وتحمله على ابقار عندك هنا؟ بحمله على ابقار هنا يرضى. يرضع قد ايه عندك؟ يعني ياخد هنا عندي مثلا قد شهر ولا حاجه كده لحد ما معدته تمشي، وما ينفعش ان تبقى المنفحه بتاعته لبن، وادي له علف على طول بتحصل فيه مشاكل. بتدي له علف على اليوم الكام؟ او هو انا بحط له شويه رده في البدايه، بتعرض قدامه الرده. ايوه قدامه الاكل، بس لازم يشرب لبن ويتعلم الاكل تدريجيا واحده واحده مع شويه اللبن، دور في دور لحد ما هو يدق في الاكل، ولا يعني يقدر يقاوم مع نفسه بكده ان انا اقدر احوشهم مع اللبن احط غيره. طب بالنسبه انا شايف بطوشه بقره عند حضرتك، ها بطوشه برضو دي اولاد البهايم دول ولا انت شاريهم دول؟ اولاد البهايم وفي شاريهم برضو. بتجيبه تحمله انت على البهايم؟ برضو بجيبه، لازم هو الوقت كده بياكل وبيشرب لبن، لازم يشرب لبن. بطش البقر ده بياخد وقت طويل في اللبن. بطش البقر ياخد وقت طويل جوه في اللبن عن الجاموس. غير الجاموس. ده من واقع الخبره بتاعتك بقى. من واقع الخبره طبعا. بطش البقر لو هو اتجرس في اللبن من صغره يكرمت فيه ويتعب، ويبقى مش مبقاش. بس انت ما تجيبه فاجع، ما انت ما تجيبه عمر شهر مثلا ولا 40 يوم. يعني في ممكن يجي عمر، انا كنت بجيب العجول اللي هي الهوشتاين ده عمره يوم. والله كنت بجيبها عمر يوم. من مزارع ولا من اسواق؟ من المزارع ده. وكانت بتنجح معاك؟ هي كانت بتنجح، بس هو لما اللي ضرنا فيها الحمى لما كانت بتيجي وجه الموت المفاجئ. فضرنا فيها كتير، يعني ان انا كنت بجيب، انا اول واحد جبت في المنطقه هنا العجول اللي هي الهوشتاين عمر يوم. كنت بتجيبها وتجيب السرسوب بتاعها معاها؟ ولا سرسوب ولا حاجه خالص. ده كان اما في بهايم والده عندي في الاعمار بتعايب معاهم قبلها نفس ولا اتنين. يجي يستلم على طول بقى. تمام. بس هو كانوا شغالين 100 110 على 10، بس المشكله اللي جت لنا بتحت الحمى الكلعيه. الحمى الكلعيه الاول ما بتيجي تلاقي العجل حلو جدا، يعني يمكن يبقى في موازين تخش على 100 كيلو ويفرجع مره واحده، ويسرع مره واحده كده وروح ميت. ما الحمى الكلعيه يجي في عضله القلب بتاع الرضيع ده فبيموت فعلا مفاجئ. فدي خلتني يعني ان هو برضو البهام المستورده يعني قوه التحمل بتاعتها اقل من عندنا، ضعيفه شويه، اقل من البلد بتاعنا اللي هو الخليط دوت. سمنت الهوشتاين؟ سمنت الهوشتاين حلو في التسمين. في ناس ما بتشكرش فيه، تقول لك لا هو عضله غليظ وبياخد فتره عبالات ما بيبني لحم. ياخد فتره جامده. والعجل هو حلو في الخشب، تلاقي خشب وكده. الهوشتاين هو اساسا كعلف مش حلو. الحلو في اللبن النتي. تمام. ده يدي لبن، لكن في العلف مش. انا سمعت ناس كتيره بتشكر في السيمنتال في التسمين عن الهوشتاين. 10 على 10، ونفس حتى البقر السيمنتال لبن واقل من الهوشتاين. بس نسبه الدسم فيه اعلى من الهوشتاين. كتركيز دهني فيه نسبه الدهون التركيز فيه اعلى من الهوشتاين. تمام. طب بالنسبه لعجلات البقره ده مشروع البقره ده مش مشروع كويس؟ مشروع. لما انا انزل سوق مثلا واجيب لي 10 عجلات بقره زي دول كده واسيب وسطهم ذكر، مش امن من العجول الرضيعه؟
ولا رأيك؟ من طبعا هو انا بنزل السوق بنجي العجول اللي هي انا بجيب بهام غاليه ان انا بحاول انجي اصناف يعني. بصراحه انا شايف بسم الله ما شاء الله دي براون ودي براون ما شاء الله، ودول فيهم هوشتاين يعني هم البهام على فريزيان خليط، هم كلهم خليط بس دول فيهم ثلاثه حر اللي هو دول الثلاثه دول اللي هناك براون براون. العجله الحمراء اللي هناك دي يعني شبه نوع كده معرفش يقولوا جريز ولا في نوعيه معينه مجنسه مجنسه يعني. تعمل لها كام العجله في السوق النهارده لما تكون عجله بكريه مش عشار يعني هيبدا واحد مثلا مشروع؟ انا جاي النهارده بالنسبه للاسعار بقت رهيبه جدا يعني اسعار ولا. الاسعار رهيبه جدا. اقل عجله العجله دي النهارده في السوق تعمل لها فوق ال 25000 ولا 26000 جنيه اللي هي الحمراء الصغيره الحمراء اللي هناك لما تكون دي. طيب بسم الله ما شاء الله دي تخش على 40000 جنيه عشان دي عشر. دي عشر كام ده مني؟ دي عشر يمكن فيها ستة ما شاء الله. انت برضو سايب وسطهم ذكر عشان الحاجة اللي معاه شريك كده. انا حشت الذكر من وسطيهم من يومين ثلاثة ربطته وجيته لما عشر وربطته كان الذكور سايب ذكر معاهم من الذكور اللي هنا. طب انت بتأكل ايه الذكور العلف دي يا عم نبيل؟ الذكور العلف انا بديش شامي عندي شام اصفر؟ شامي ابيض اصفر مع ابيض يعني مع ردة مع سليج مع برسيل. لكن ما فيش اي مركز شامي ورد بس؟ لا ما بحطش مركزات خلاص. ما فيش يعني لا صويا ولا بذر قطن ولا اصلا هجيبه منين الوقت الاسعار جنان؟ ما فيش النهارده. انا كنت بجيب الاول المستخلص ده اساسا وكان يمكن اكتر حاجه واكلها المستخلص بتاع الكوز بس النهارده ما فيش اسعار رفع. اسعار رفع الصويا عدت ال 33 تاني رفعت تاني ده الصويا ده انا جريتها امبارح داخله 40000 جنيه بعد ما نزل ل 25 رفع تاني. لا يا بيدي بتنزل حاجات بسيطه نزلت 300 400 جنيه بترفع بال 1000 وبالاثنين. لا احنا كده. طب كده احنا اعلى معدل تحويل عندك كان ايه يا عم؟ يعني كان مره انت زمان كنت بتطلع اوزان عاليه. انا كنت هو كان ممكن يحول قد ايه في اليوم عندك العجل لو كان ايام الكزب الصويا؟ لو ايام الصويا والكزب كان العجل النهار ما بيحاولش يحول كيلو ونص. تمام ده ممتاز. ما بيحولش ايام ده. انت كده بتعمل حاجه اسمها مينتنس، انت بتحافظ على الحيوان قدر الامكان. انا بحاول اديله السلاج ده معمول مفروم بالشام بتاعه. الشام ده مفروم بالغلة يعني فيه نسبه بروتين يعني حلوه يعني. اعلى ذكر وصل عندك في وزن كان كام كيلو من ده؟ انا ده لو طلعت فوق الطن قبل كده ان شاء الله فوق الطن. انا فاكر كان عندنا عجول على فينا تجيله. ايوه كان فوق الطن. انا كنت بطلع فوق الطن. انا ما كنتش ابيع بهام اقل من 700 كيلو و800 كيلو ما شاء الله. بس الوقت اللي انت فيه حاليا بالنسبه للغل والعلف والدنيا يعني خلاص هو اللي ضر الدنيا موضوع الاعلاف يعني. لا المطاحن هناك يعني. طب بالنسبه للابقار الحلاب عندك يا عم نبيل، انت ما بتاخدش لبن بتخليهم يرضعوا؟ لا ولا ممكن بتستخدم اللبن؟ لا انا اللبن كله هنا للعجول الرضيع. امال البهام دي هزجها ايه؟ ما هو ما ينفعش ان انا اجيب بهايم عمر شهر ولا 20 يوم خش البتاع. هو بالنسبه لك برضو ده مشروع يعتبر برضو مش ايوه انا يعني برضو بنستفاد من اللبن. ما ينفعش تبيع اللبن لان انت بتطلع عليه. انا لما اطلع شويه عجول زي كده انا بجيب سنويا مش يعني كان بيبقى عندي مش اقل من 150 راس بتلبن ما شاء الله. ما شايف دول كلهم دول طالعين عندك على اللبن عندك كله ده لبن وبياكل علف ووضعه وديني فعلا. برضو جايبهم عمر 40 يوم عمر شهر كده. ايوه كله بالوضع ده. ده العجول اللي هي دي بتاع السنه اللي فاتت انا بعت منها يعني. دي عجول جاموسي من السنه اللي فاتت عند حضرتك؟ السنه اللي فاتت ده عمر سنه. عمر سنه موازين 400 ممكن العجل في سنه جاموسي ده يوصل 450 عامل فيه؟ يوصل لو فيه الاكل بتاعه المظبوط يوصل 450 في السنه في 12 شهر. في 12 شهر زمان كانت تقول لك ما تربيش جاموس، الجاموس ده باله طويل. لكن انا شفته في مزرعه غرب. انا بشجع الجاموس عن البقر. مناعته قويه. مناعته قويه وما بيتعبنيش قد البقر الجاموس. يعني كده احنا نقدر نقول للناس في سنه لو انت غزيت كويس ممكن يوصل عندك 450 في سنه. انا كان في شويه اتاخروا عندي بعتهم موازين 600 و 650 ما شاء الله. 650 650 ايوه. كان كام شهر تلاتة. يعني دخل في حدود سنه ونص. سنه ونص حلو برضه. حدود سنه ونص اللي هو اللي ان مش كله بيطلع زي بعضيه. في صحيح في اختلاف. هايم من دي من شهر 11 اه. يعني انا ببيع من عجول الجاموس دي من شهر 11. هم دول خليط عم نبيل ولا في منهم بيو في منهم ايطالي؟ ما اعرفش. خليط من السوق. ده من السوق.
لا بسم الله ما شاء الله. المسواك بتاعتنا من هنا. تغذية حلوة برضو ما شاء الله. يعني العيش شعرته بتلمع، حيويته كويسة. برضو دول شغالين على السلاج والبرسيم الحجازي. السلاج والبرسيم الحجازي، إن أنا زرع كمية برسيم حجازي كثيرة. وهما اللي أنا شايف أنت عامل بلات، الجايب بلات هناك. وإحنا بنعمل وبال حاليا. يعني ده الأرض بتاعتكم دي. دي من الأرض بتاعتنا. ما شاء الله. في ناس تقول لك السلاج بيغير طعم اللحمة، صحيح يا نبيل؟ لا طبعا ماليش تأثير يعني. الجزار يقول لك لا لا ما خدش الحيوان اللي واكل سليم. هو العيد السمين اللي بياخد دوره في اكله وفي دينته يبقى راس سلاح حلو بيدي لحمه. وعامل انت السلاج برضو عندك هنا؟ انا عامل السلاج عندي. ده طبعا السلاج عامله هو في المزرعه بنفسه ومغطيه بشكل جيد. شايفين شكل السلاج اهوت، اللون اللي احنا دي الارض بتاعتك يا نبيل انت الشامي. الارض بتاعتي واشتريت شويه عليهم يعني عشان كنت زارع شامي كتير يعني. ده انت احسن حاجه اللي عملتها الوقت حاليا ان رفع حتى سعره ما حدش لاقيه. انا برفع بزرع الشعير وبعمل سليه. ما هو اي مخلفات زراعي ينفع تعملها سليه. ده شعير كان فيه غله حلوه جدا ممتاز. طب والله. انا قلت انا رحت فرمته وعملته سليه. سلاش شعير. سلاش شعير ممتاز. شايفين اللون ده؟ اللون الطبيعي، اللون الطبيعي للسلاش. اشوف الغله في بينك الغله. لا الله ينور عليك يا عم نبيل والله. دي بلات البرسيم الحجازي. ده حاطط قرش فول عليه؟ قرش فول. قرش فول مع التبن طبقات. مع انا كنت زارع لسه برسيم حجازي برضه وزارع فيه شعير. منشفه. زارع فيه شعير فالشعير يعني خلاه ما ينشفش جوه فنشفته هناك ويبقى حطيته فوق نظام الحجاز الصغير. نظام طبقات يعني. حطيته فوق منه بيتحط دوت. زي البسكويت معاك. اكتر من كده السنه اللي فاتت السنه فاتت انا ما كانش يعني اللحمه كانت قطعت من المنيا وكلها ما كانتش بتقطع من عندي من هنا بسبب الغل والعلف ده برضه. بسبب الغل والعلف انا ببيع اجلين ثلاثه اجيبهم علف مش بلحق اشتري عشان تمشي حالك عشان اقدر امشي. البهايم كانت بعضيها هنا وعند تعالى انا اديله بعتبره بشويه معزه بالنسبه للشغل اللي موجود عندي. اي والله ربنا يعينك يا عم نبيل والله ويبارك لك في اللي موجود وتعوض ان شاء الله. متشكرين يا عم نبيل على اللقاء ده. العفو يا باشا. بس كل القصه